حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج يلا تويت اللي عودناكم من خلاله دائما ما نسلط الضوء على كل ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي، ولكم الحصة الأكبر في هذا البرنامج من خلال تعليقاتكم وردود أفعالكم. قبل أن نبدأ حلقتنا لابد أن نذكر دائما كل ما يتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، هذه هي مواقع القناة العراقية الرياضية على الفيسبوك وأيضا على الانستغرام وأخيرا على اليوتيوب. إذا نذهب مباشرة إلى أبرز العناوين. شعار جديد للدوري العراقي، كومان يعيد الروح للكتلان، حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين في حلقة هذا اليوم. نبدأ أولى مواضيعنا لهذا اليوم عن الخبر اللي أخذ حيز كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إطلاق شعار جديد للدوري العراقي. يوم الخميس الماضي كانت قرعة الدوري العراقي الممتاز الذي سينطلق يوم 25 من هذا الشهر، وكانت مفاجأة كبيرة للوسط الرياضي وأيضا للجماهير العراقية بخصوص إطلاق شعار جديد للدوري العراقي. هذا الموضوع أخذ حيز كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الكثير. طبعا في السابق كان الدوري العراقي لا يمتلك شعار ولم يكن هناك لوجو خاص بالدوري العراقي، كان هناك شعار الاتحاد فقط على بعض القمصان للأندية، لكن اليوم مع يعني كادر جديد في الهيئة التطبيعية وجهود كبيرة مبذولة بخصوص هذا الموضوع، تم إنشاء شعار جديد للدوري العراقي، وطبعا كان مستوحى من كرة وأيضا من خارطة العراق. لنرى كيف كان تم تداول هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ أولا مع علي المولى اللي كتب: تنظيم احترافي لحفل قرعة الدوري الممتاز التي كانت تقام بفترة الاتحاد السابق في قاعة متهالكة، والقرعة تكتب على سبورة وبقلم السوفت. بداية موفقة وحفل بعث الأمل والتفاؤل في نفوس الشارع الرياضي، خصوصا وأنه شهد إطلاق أول شعار لدوري الكرة الممتاز، وهي خطوة ممتازة جدا. إذن علي يقارن بين الاتحاد السابق اللي كان هذا الموضوع غائب عنه جملة وتفصيلة، وكان هو بالمتناول، يعني موضوع سهل جدا أنه تصمم شعار خاص بالدوري العراقي، لكن هذا الموضوع مثل ما قلنا كان غائب عن الاتحاد السابق، واليوم مع الهيئة التطبيعية يطلقون هذا الشعار ونال استحسان الكثير من الجماهير الرياضية. ننتقل ونقرأ لكم بوست آخر لزيد يعرب اللي كتب: لأول مرة في تاريخ الدوري العراقي اللجنة التطبيعية تعتمد شعار جديد لدوري المحترفين العراقي، شعار جميل وبسيط يجسد خارطة وعلم العراق داخل كرة. شكرا للجنة التطبيعية ولشركة برو البريطانية هاشتاج لوجو سبورت. إذن زيد يشرح ما هو الشعار الجديد لاتحاد الكرة الخاص بالدوري العراقي، اللي مثل ما قلنا انه كرة وايضا خارطة العراق، وهذا اللوجو مستوحى من هاتين الشكلين. نذهب ونقرأ لكم ايضا بوست اخر للصحفي رائد محمد اللي كتب: احسنتم، حفل يليق بانطلاق دورينا الكروي، ملاحظة صغيرونة، كنت اتمنى ألا تدخلوا في تفاصيل مسألة تغيير شعار الدوري، إنها مسألة جوهرية قد تستمر لسنوات طويلة ويصعب التغيير كل موسم، ولأنكم جزء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل ما قال سابقا الأخ شامل كامل عضو اللجنة، نحن الفيفا وترك ذلك التغيير للاتحاد المقبل. بساطة الحفل وأناقته وغزارة معلوماته والإضافة الفنية للقرعة مميز ورائع، ملاحظاتكم مهمة أصدقائي. إذن الصحفي رائد محمد يقول أنه ممكن أن هذا الموضوع تتجاوزوه
وتخلوه في مرمى الاتحاد المقبل. لكن أنا أشوف يعني شخصياً أنه موضوع جداً طبيعي، وأنه هذه من ضمن يعني مهام هذا الاتحاد، حتى وإن كانت فترة قليلة للهيئة التطبيعية اللي أتمت يعني مهام كثيرة في هذه الفترة. وجاء الرد سريعاً من الاتحاد الدولي والآسيوي في طبعاً تكملة المشوار، وانطوهم 9 أشهر يعني مقبلة أيضاً، وأعتقد راح تخلص مهامهم يوم 3 حزيران في سنة 2021. بالتالي هناك رضا واستحسان من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي. نكمل لكم طبعا تفاعل الجماهير على هذا الموضوع، ونذهب ليوسف الخفاجي مصمم هذا الشعار. مراحل تصميم وتطور شعار الدوري الممتاز المقدم من شركة برو الحلول التسويقية، والذي اختياره من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، تم مراعاة البساطة والحداثة في التصميم لأنه يرمز لبطولة كرة القدم داخليا وتنافس الفرق من مختلف مناطق الخارطة في بطولة الدوري، من عمل المصممين في شركة جوردن وثابت. جوردن وثابت، شلون اخترتهم يا يوسف؟ المهم، الأهم من هذا، سعيد لأن نكون جزء في إطلاق أمور تحدث لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية. سيكون هناك أمور كبيرة يتم الإعلان عنها قريبا. ومثل ما تشوفون بالصورة، هذه هي المراحل الأولى لطبعا رسم الشعار، وبالتالي تصميمه على شكل 3D لاحقا. نكمل لكم طبعا قراءة بوستات بخصوص هذا الموضوع، وننتقل ونقرأ لكم بوست لعدنان السوداني اللي كتب: يا الله، بدايات صحيحة لعمل احترافي جميل، شعار رائع بألوانه وتصميمه وطريقة وتوقيت موضوع طرحه للرأي العام الرياضي، نتمنى أن تتبعه سياقات سلمية في سليمة في التخطيط الواقعي لمسابقة الدور العراقي الممتاز بكرة القدم، وصولا لتحقيق وإنتاج موسم كروي ناجح. كنا نأمل أن تكون بداية جميلة، يعني مثل ما كانت في حفل الافتتاح اللي شاهدنا، يعني كان على مستوى عالي جدا من الاحترافية، سواء بإجراء القرعة وأيضا باختيار الشعار إلى النقل التلفزيوني، كل شيء كان يعني مبهر للجماهير الرياضية. نأمل أن يتم يعني مستقبلا ما تكون هناك تأجيلات للدوري، يستمر الدوري بهكذا احترافية، ضمان يعني مستوى اللاعبين يكون على يعني مستوى عالي. كل هاي الأمور الفنية والأمور اللوجستية والأمور الأخرى يجب أن تكون مثل ما بدأ هذا الحفل. نذهب ونقرأ لكم أيضا بوست للزميل داود إسحاق اللي كتب: سنوات ونحن ننتظر أن يكون لنا شعار يليق بكرتنا، سنوات ولم تمنح الفرصة للشباب ليقدموا إبداعهم، خطوة أولى نحو عالم الاحتراف. أيضا داود يشيد بعمل الهيئة التطبيعية ويثني على هذا الشعار المقدم من قبل شركة برو اللي صممت لنا هذا الشعار الخاص بالدوري الجديد. رامي أحمد كتب: الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم تنظيم قرعة الممتاز بأجمل صورة واحترافية، وشعار لمسابقة الدوري أقل ما يقال عنه عالمي، وموقع إلكتروني أكثر من رائع واحترافي إلى أبعد الحدود، مقدمة من شركة برو للحلول التسويقية بانتظار دورينا وموسم احترافي. بالحقيقة متعة عندما تشاهد هكذا عمل من تنظيم القرعة والشعار والموقع الإلكتروني، وأعمال كثيرة قادمة، نتمنى النجاح والتوفيق. أيضا تم إطلاق موقع إلكتروني خاص ب يعني اتحاد الكرة واتحاد العراقي لكرة القدم، وراح نشاهد يعني طبعا هذا الموسم مختلف جدا عن المواسم يعني السابقة. نتمنى كل التوفيق سواء للهيئة التطبيعية اللي جدد لها الاتحادين الدولي والآسيوي، وأيضا لكل أنديتنا في الممتاز. بعد ما راح نطوي صفحة هذه الصفحة، وراح ننتقل إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم اللي هو لاعب المنتخبات الوطنية اللي مثل
المنتخب الوطني للشباب وايضا المنتخب الاوروبي، ومثل كثير من الانديه الجماهيريه الزوراء الجويه والطلبه والميناء. لاعب محمد جفال بالبدايه نقول له مساء الخير عليك ويا مرحبا في برنامج يلا تويت. مساء الخير عليك حبيبي علاء، مساء الخير على مشاهدينا مشاهدي القناه. اذا كنت تسمعني محمد بالبدايه ارحب بك في برنامج يلا تويت. حبيبي اسمعك طالع. مساء الخير عليك، مساء الخير على مشاهدين العراقي الرياضيه. تحياتي لك يا محمد. محمد، كنا قبل قليل نتحدث عن إطلاق شعار جديد للدوري العراقي، شلون شفت هاي المبادرة وشنو هو رأيك بيعني هذا الشعار الجديد؟ أكيد يعني هو هذا الشعار يمكن بداية نتأمل بها أنه ننتقل عالم الاحتراف. شيء جميل أنه الدوري يكون له شعار بعد فترة يمكن طويلة. يمكن قرعة الدوري والشعار هذه الأمور إحنا كلاعبين نشوف هيك أمور حتى يمكن نتحفز نقدم أفضل مستويات تليق بهيج دوري إن شاء الله. إن شاء الله. محمد، أنت اليوم مع فريق الطلبة وشاهدنا القرعة قبل يومين. بداية أنتوا لعبتكم مع نفط الجنوب وبعدها راح تكون مع الصناعات الكهربائية وتليها مباراة الزوراء. شلون شفت هاي القرعة؟ اكيد يمكن قرعه يمكن مناسبه ان عكس الموسم اللي فات اللغة يمكن واجهنا الزوراء والجوي باول ثلاث جولات. طيب. عندنا نفط الجنوب اول مباراه مع الصناعات ثالث مباراه ان شاء الله مع الزوراء. قرعه جيده بالنسبه لنا وان شاء الله يمكن الطلبه هالموسم يبدي بدايات تليق باسم الطلبه ان شاء الله. نتمنى التوفيق لك ولفريق الطلبه. محمد، خلينا نحكي عنك. أني وكثير من الجماهير بالوسط الرياضي شاهد مستوى محمد جفال مع كثير من الأندية، مستويات متميزة كنت تقدمها مع يعني القوة الجوية. عندما لعبت وياهم حققت بطولة الدوري وأيضا كأس الاتحاد الآسيوي، لكن خلي لك عبارة، محمد جفال موهبة يراد لها الطمس. يعني ما نشوف محمد جفال بعد كل هاي المستويات المتميزة اللي يقدمها اسمك يتداول بالإعلام، يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، برأيك شنو السبب؟ والله أستاذ علاء، يمكن أنا قبل فترة يمكن أحد برامج العراقي يمكن حكيته موضوع الاستقرار، يمكن هو أحد الأسباب هذه. يمكن أنا قبل لا طبقنا البرنامج حكيت لك أمور يمكن بيناتنا اللي حكيت لك عليها. يمكن هذه احد الاسباب اللي ما خلت محمد جفال يمكن يظهر بالاعلام او يسلط عليه الضوء، على الرغم من المستويات اللي قدمتها يمكن الكل تشهد بها. يعني ان شاء الله الفتره اللي قادمه ان شاء الله من خلال نادي الطلبه الموسم ان شاء الله هذا الموسم محمد جفال يمكن راح يكون له ظهور خاص. محمد، يعني انا بس حبيت يعني توصل لك الفكره اكثر، هو عدم الاستقرار بالانتقال بين الانديه هذا موضوع يخصك يعني واكيد ياثر فنيا على اللاعب، لكن انا قلت لك انه انت مع القوه الجويه سواء مع فريق اربيل مع فريق الميناء قدمت مستويات كبيره، بس من شاهدك يعني بالاعلام يعني اخذت حقك مثل ما نقول. والله صلى على، يمكن هذا السبب مو من عندي يعني الصراحه. يعني خلينا نقول الاعلام هو اللي يمكن ما انطاني حقي. تشوف اكو تهميش وظلم لموهبتك يعني؟ والله هو ما اقول لك يعني تهميش او ظلم، لكن شلون تقول ما اخذت حقي، ما اقول اكثر من هذا الكلام، وان شاء الله الفتره القادمه اخذ حقه اكثر ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. محمد، انت اختاريت الطلبه وسمعت لك تصريح سابق تقول انه راح تكون الطلبة محطة جديدة وانطلاقة جديدة لمحمد جفال. ما هو أنت مثلت الزوراء والقوة الجوية وأيضا الميناء وأربيل، شنو المحطة اللي خالها ببالك بعد الطلبة؟ أكيد من خلال الطلبة إن شاء الله أطمح أني مثل منتخب وطني، يمكن أطمح مشروع لكل لاعب. من خلال منتخب وطني أفكر إن شاء الله لاعب يفكر بالاحتراف، يعني يفكر يمكن يطمح الدوري اقوى من الدوري العراقي في سبيل انه يطور موهبته او يطور مستواه الفني في سبيل يخدم المنتخب في الاستحقاقات القادمه ان شاء الله. طيب، بالحديث عن المنتخب الوطني، انت كلاعب بالدوري العراقي ويعني لك اسمك ولك يعني المستويات اللي قدمتها، كيف الشاهد استدعاء اللاعبين للمنتخب الوطني تحت اي عنوان؟ والله يمكن
المدرب كان الموسم اللي فات واللي قبله الموسم اللي فات ما كان 4-5 مباريات يحضر بعض المباريات لكن ما شاهد فقط بطولة الخليج يمكن شاهدنا لاعب او لاعبين يمكن غريب يعني اول مره نشاهدهم لكن المجموعه الباقيه هي نفس الاسماء اللي كانت موجوده يعني خلال الفتره الماضيه المدرب يمكن يعني ما شاف الدوري يمكن كله حتى يقدر يطلع يمكن لاعبين يفيدون المنتخب يفيدون الوطن ان شاء الله لكن طيب هو هذا السؤال يعني كيف يتم استدعاء اللاعبين وهو ما شايفهم يعني اكثر الوقت هو موجود في سلوفينيا واذا راد يشوف مباراه فقط المباريات الجماهيريه وايضا اذا راد يشوف مباريات يعني من الدوري ففي محل سكنه في اربيل طيب دوري هو طويل دورينا طويل مبارياتنا كثيره كيف يتم الاستدعاء يعني فقط يشاهد اللاعبين المحترفين او اللاعبين المغتربين او بالبطولات يعني ممكن يعني يقدر يقيم مثلا لاعب او لاعبين غير يكون عينه على كل الدوري على كل اللاعبين على كل الفرق ولا شلون يكون والله يمكن هذا الموضوع انظلم به كثير من اللاعبين يعني خاصه انه اكو موضوع انه خاصه بالنقل اللاعب انت بين مباراه يمكن مو كل هدة النقل فهذا يأثر يمكن فقط المباراة الجماهيرية خلينا نقول وأعتقد من خلال مساعد المدرب هو اللي ينقل له الصورة لكن هذا مو كافي المدرب هو اللي لازم يطلع على الأمور هذه حتى في سبيل أنه يختار لاعبين طيب برأيك الأسماء الموجودة بالمنتخب الوطني اليوم صعب اختراقها إذا كان المدرب مسبقا عنده مجموعة من الأسماء دائما يختارها في البطولات إذا كانت على مستوى القارة او حتى على مستوى التصفيات في كاس العالم لا لا ماكو شيء صعب كره القدم عطاء يمكن ومثل ما نشاهد من خلال الدوريات خلينا نقول العالميه يمكن لاعب يجي عمره 17 سنه يقدم مباراه مباراتين ياخذ استحقاقه تلقاه بالمنتخب الوطني طيب فيعني من خلال الدوري المفروض انه اللاعب اللي يقدم يلقى نفسه بالمنتخب هذا الشيء المفروض يعني صار واضح محمد محمد عندي أسئلة كثيرة لك يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما خلينا صورتك ويعني أعلننا أنه أنت ضيف الحلقة جت كثير من التعليقات ومن الأسئلة راح أستعرض لك مجموعة من هاي الأسئلة وأبدأ أولا مع أحمد هيثم اللي كتب مثلت العديد من الأندية يا كابتن محمد لكن أقرب نادي على قلبك وتطمح أن تمثله من جديد من هو؟ صراحة يمكن أنا صرحت بهذا الموضوع من قبل يمكن نادي الجوية يمكن اللي هو حققت معه الألقاب لقب الدوري كأس الاتحاد الآسيوي يمكن من أنا طفل صراحة طيب يعني هذا أنت مثلت الجوية موسم واحد مثلت موسم واحد نعم طيب ليش ما أكملت المسيرة وياهم يعني تحققت معهم ألقاب إذا على مستوى المحلي أخذ الدوري وعلى المستوى الآسيوي حقق كأس الاتحاد الآسيوي ايش عجب ما استمرت هذه التجربه معاهم يمكن انا حكيت لك قبل البرنامج تحدثنا بهذا الموضوع ظروف كانت يمكن خارج ارادتي انه ما خلتني استمر مع نادي القوى الجويه لكن اذا جتك الفرصه من جديد راح ترجع تمثل هذا الفريق اكيد اذا جت الفرصه لكن انا حاليا مع نادي كبير يعني نادي الطلبه الانيق ونادي احد الانديه الجماهيريه حامل لقب الدوري ويمكن خلينا نقول موازن نادي الجويه وان شاء الله نطمح نحقق اللقب من خلال هذا النادي نتمنى لكم كل التوفيق كابتن محمد ننتقل ونقرا تعليق اخر لرياض ديبالا هذا من مشجعي الارجنتين او فريق اليوفي ما نعرف المهم كمشجع طلابي يقول لك بوجود الاسماء الحاليه هل الطلبه قادر ان يكون احد فرق المقدمه في هذا الموسم حسب المعطيات الموجوده في فريق الطلبه اليوم يقول لك نقدر نشاهد فريق الطلبة ضمن الفرق المقدمة؟ أكيد يمكن خلال ما شاهدتوا الموسم اللي فات يمكن 90% إلى 95% من اللاعبين الموسم اللي فات بقوا بالنادي في سبيل إنه شفنا نقدر نحقق شيء مع بعض الإضافات الجيدة من لاعبين محليين ومحترفين إن شاء الله يمكن عازمين إحنا نشاهد الطلبة إن يرجع ينافس على لقب الدوري والبطولات. طيب صار واضح يا محمد ننتقل ونقرأ لك تعليق آخر لسيف فاضل اللي كتب إذا أردت تمثيل المنتخب يحتاج أن تكون قريب من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتفق أو لا نعم
يعني انت تشوف اذا كنت قريب من الاعلام ومواقع التواصل راح تكون ضمن اسوار المنتخب الوطني؟ يعني بنسبه، لان خلينا نكون يعني واضحين استاذ علاء، يمكن مواقع التواصل الاجتماعي بالفتره اللي مضت كان لها تاثير كبير في. طيب محمد، كيف تاثر؟ يعني اذا موضوع المنتخب ياثر عليه مواقع التواصل الاجتماعي، احنا اليوم نشوف كتنج على راس هرم المنتخب الوطني، ما عنده فيسبوك ويشوف تعليقات الجماهير وتفاعل الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي. طيب شلون مواقع التواصل الاجتماعي لها سبب باختيار اللاعبين اللي يمثلون المنتخب الوطني؟ قلت لك بالفتره الماضيه كان لها سبب، يعني خاصه المواقع، اكو مواقع مؤثره والكل تعرفها، يمكن كانت من تحدث عن لاعب تلقاه بالمنتخب، او من تحدث عن لاعب تلقاه يلعب، فصاير هذا الموضوع واضح للجميع، يعني ما حد يقدر ينكره. لكن بالفترة الحالية اعتقد قل هذا الموضوع بنسبة الى نسبة كبيرة، يعني نتمنى هذا الموضوع يعني ما نشوفه، لكن هذا الموضوع واقع وموجود. صار واضح يا محمد. ننتقل ونقرأ لك تعليق اخر لمحمد الكاظمي اللي كتب: من هو افضل صانع لعب اذا كان في المنتخب او الاندية حاليا؟ افضل صانع لعب علي حسني. شنو سبب اختيارك لعلي حسني؟ يعني علي حسني يعني مثل المنتخب ومثل فريق الميناء وفريق القوى الجوية، لكن في الآونة الأخيرة تعرض ل يعني إصابات وأبعدتها عن المنتخب الوطني. شنو سبب اختيارك إلى شنو تشوفه بعلي حسني اللي ميزت عن باقي اللاعبين؟ علي حسني يمكن أنا أكثر اللاعبين يعرفه، يعني لأن أنا وعلاو يمكن قديم لعبنا منتخب مدرسي، لعبنا سوا بالميناء، فيعني اعرف علاوي واعرف شنو امكانيته، ومن خلال ما قدم علاوي والاصابات هي اللي اثرت عليه. لكن علاوي من افضل اللاعبين صناعه اللعب بالعراق وبالمنتخب العراقي. طيب صار واضح يا محمد. اخيرا نقرا لك اخر تعليق: كرار الزاملي كتب: هل نحتاج الى مدربين اجانب على صعيد الانديه لنواكب المستوى الفني لدوريات اسيا؟ والله اكيد يعني لازم، احنا ما قصره بالمدربين العراقيين، لكن الفكر لازم يتجدد. يعني ابسط شيء مثلا السعوديه الامارات، يعني تلقى عندهم يعني ما عندهم لاعبين على مستوى عالي كسامي الجابر، خلينا نقول السعوديه سامي الجابر وغيرهم، لكن تلقى على الملاكات الفنيه الكل اجانب، حتى يعني هذا الشيء يعني طور مستوى اللاعبين، طور مستوى الدوري، فادهم فنيا بالمنتخب وبالنادي، وهذا الشيء نتمنى نشوفه بالمستقبل، لكن المدربين يلبون الطموح. طيب حتى انتداب يعني اللاعبين، اذا بدنا نحكي على الاحتراف، حتى اللاعبين الموجودين في دورينا يعني ما يلبون طموح، يعني ممكن انه اللاعب العراقي ما يحتك بيهم ممكن يعني يكون مستوى عالي، يعني شاهد حتى المحترف اللي يجي، يعني ما اريد نشخص في اي نادي، لكن اليوم يشوف اللاعب العراقي يعني كعبه، يعني خلينا نقول اعلى من هذا اللاعب، صحيح؟ اكيد اكيد، يعني احنا موضوع الاحتراف خاصه باللاعبين يمكن ما اجل العراق ينعدون على اصابع، يعني حتى ما يعبرون الخمس لاعبين محترفين على مستوى عالي. المحترفين اللي يجونا يعني اغلب الانديه تلقاهم يعني قاعدين احتياط او يلعب للعبه لعبتين او ما يكمل موسم، يعني ما يضيف للفريق؟ لا لا، يعني دائما تلقى اللاعب العراقي هو اللي مؤثر بالفريق، يعني طيب. قله، احنا ما نظلم المحترفين الكل، اقول لك قله ينعدون على اصابع، لكن تلقى اللاعب العراقي هو اللي مؤثر اكثر بالفريق. صار واضح يا محمد. محمد شكرا لك ولتلبيتك دعوتنا في حلقه هذا اليوم، ان شاء الله نلتقيك بمناسبات اخرى، بالتوفيق لك كلاعب ولفريقك الطلبه بالموسم الجديد. شكرا لك حبيبي علاء، وشكرا كادر قناه العراقيه. ورجعنا وياكم من جديد أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم، نكمل مواضيعنا. موضوعنا الثاني عن الفريق برشلونة. فريق برشلونة بعد ما خسر الخسارة الكبيرة أمام فريق البايرن بثمانية أهداف مقابل هدفين، أقال المدرب كيكي سيتين وعين المدرب الهولندي كومان. كومان يعني استغنى عن مجموعة من اللاعبين، وكانت هناك يعني
في الفترة الماضية مشاكل كبيرة مع نجم الفريق ميسي، لكن عندما بدأ الدوري شاهدنا فريق برشلونة يعني فريق مختلف تماما، يعني كومان أعاد الروح للفريق الكتالوني من جديد بعد ما شاهدنا المباراة الأولى لفريق برشلونة أمام فياريال، تغلب بها برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء. كان نجم اللقاء كوتينيو اللي كان مع فريق البايرن بعد ما رجع، يعني كوتينيو مغاير تماما لبداياته عندما جاء به برشلونة. أيضا شاهدنا غريزمان يعود من جديد، أنسو فاتي هذا اللاعب الشاب اللي يقدم مستويات رائعة مع الفريق. في المباراة الأخرى مع سيلتا فيغو أيضا كانت هناك حالة طرد داخل برشلونة في الشوط الأول، وكان متقدم برشلونة بهدف مقابل لا شيء على سيلتا فيغو، لكن في الشوط الثاني أيضا شاهدنا هذا الفريق يلعب طبعا بروح الفريق الواحد، واستطاع أن يفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء رغم الطرد الموجود اللي حصله لينجلت في شوط المباراة الأول. كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل محبين هذا النادي وحتى الوسط الرياضي في كل أنحاء العالم تكلم عن برشلونة وعن هذا الفريق الجديد بقيادة كومان اللي يعاد الروح للفريق، وأجدت إشادات كثيرة وكبيرة لهذا المدرب الكبير. لنرى كيف كان وقع هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ معه. نبدأ أولا مع حمزة اللي كتب: الأمور التي شاهدناها تحسنت في برشلونة خلال مباراتين في الدوري الإسباني، دوران أكبر للكرة وتناقل بين اللاعبين، ثانيا التنقل من الدفاع للهجوم سريعا، بالتأكيد كانت هناك هجمة، يعني كان اللعب سريع جدا ونقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم بطريقة سريعة جدا عكس الماضي، دفاع قوي ويعمل الفريق كمنظومة واحدة، واثنين كلين شيت الفريق جماعي أكثر، وفي الحالة الهجومية نرى عدد كبير وفي الحالة الدفاعية نرى عدد كبير من اللاعبين أيضا. خامسا عندما تفقد الكرة الكل يحاول استرجاعها وبالسرعة الممكنة، إعطاء الفرصة للشباب بيدري وانفجار فاتي والثقة العالية التي يمتلكها تجعلنا نطمئن على المستقبل، مدرب مرن وصاحب فكر وشخصية ومساعدين جيدين يقرؤون المباراة بسرعة. بالتأكيد كان هناك تغيير شاسع وواضح لفريق برشلونة اللي شاهد المباراتين راح يقيم هذا الشيء. في السابق كان افتكاك الكرة طبعا بطيء جدا، الوسط والهجوم لا يشارك في عملية افتكاك الكرة، أيضا نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم كانت بطيئة جدا. اليوم مع كومان كل شيء تغير، الاعتماد على الأسماء، يعني بوسكت اللي كان في الموسمين الماضيين كان يعني مستوى جدا، يعني كان عنده دروب بالنازل، مع كومان يقدم مستويات كبيرة رغم تقدمه بالسن، لكن هذا اللاعب إلى اليوم يقدم يعني ويعطي داخل المستطيل الأخضر. ننتقل ونقرأ لكم أيضا بوست آخر لآدم اللي كتب: هل هذا فريق برشلونة؟ لا أصدق، كأني أحلم. برشلونة يلعب كرة شاملة بطريقة متطورة وعظيمة. ثم السؤال الأهم: هل هي نفس الأسماء التي كانت تلعب تحت قيادة فالفيردي وسيتين العقيم؟ الإجابة نعم، ولكن هذه المرة بنكهة هولندية فاخرة. الفيلسوف كومان حول من جحيم على برشلونة إلى وحدة تدريبات، طرد مدافع في الدقيقة 43، اتكلم عن مباراة سيلتا فيغو وماذا بعد، تنتهي نتيجة بثلاثية دون رد لصالح برشلونة ضد سيلتا فيغو، وأضاف هدفين بعد الطرد. كل عبارات الشكر والثناء لا تكفيك يا رونالد كومان، كنت من المتفائلين بمجيئك إلى هنا وقد أصبت في ذلك، شكرا كومان، شكرا شكرا، ألف مبروك برشلونيستا، الفوز الثاني خارج الديار وبشباك نظيفة. أخيرا كاتب هاشتاغ بيسكا بارسا. بالتأكيد كومان بعد ما جاء البرشلونة إلى تاريخ كبير هذا يعني كلاعب وكمدرب، المنتخب الهولندي لتسع سنوات بعيد عن بطولة كأس العالم وأيضا بعيد عن يعني بطولة أوروبا، لكن مع هذا المدرب عاد من جديد ويعني حقق ما حقق ألقاب ولكن وصل إلى
طبعا المباراة النهائية في طبعا نهائي الدوري الأوروبي من العام الماضي. ننتقل ونقرأ لكم أيضا تعليقات بخصوص هذا الموضوع لعلي طلال اللي كتب: أداء جميل جدا، تشعر أن هناك لمسة للمدرب على الفريق، مبروك الفوز. ومحمود كتب: وإن كان لسه بدري على التقييم، لكن الميزة مع كومان حتى الآن أداء تكتيكي عالي، قوة دفاعية افتقدناها في الوقت الأخير، فريق أكثر شبابا، توظيف جيد للاعبين. نذهب ونقرأ أيضا بوست لغيفار الخطيب اللي كتب: أهذا هو الذي كان عقدة مدربي برشلونة السابقين؟ بعشرة وبأداء دفاعي وهجومي مميز وخارج القواعد، مع تجريب عدد من الشباب مع الشبان والوافدين الجدد، البارسا ينهي عقدة سلتا فيغو بمنتهى السهولة تحت قيادة مدربه الهولندي كومان. التغيير واضح جدا جدا، والكتالوني يستعيد هيبته شيء فشيء. طبعا بالتأكيد اللي شاهد مباراة سلتا فيغو راح يحس بالتغييرات اللي عملها كومان في هذه المباراة. يعني في الدقيقة 93 شاهد سيرجيو روبرتو داخل صندوق يعني داخل منطقة الجزاء لسلتا فيغو، هذا ما شاهدناه لا مع فالفيردي ولا أيضا مع كيكي سيتين. إذن هناك لمسة مدرب واضحة على الفريق. نقرأ لكم أيضا من ضمن التعليقات لعبد الرحمن اللي كتب: أهم شيء اللياقة البدنية والكرة الشاملة، برشلونة أصبح يلعب كرة شاملة، أصبح الكل يدافع والكل يهجم، وعلي العراقي كوتينيو أخذ مكانه الصحيح وحصل على نجاح ممتاز. الضغط على دفاع الخصم وأحل وسيطرة الوسط في برشلونة. إذن جماهير متفائلة جدا بالمدرب الجديد، إن شاء الله يكمل على هذا المنوال. أنا أقول إن شاء الله لأن أحد مشجعي برشلونة، وأتمنى إن شاء الله يواصل الفريق على هذا المنوال. نقرأ لكم أيضا بوست آخر لأشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورت وأيضا مشجعي برشلونة اللي كتب: عادة شخصية برشلونة خارج أرضه، ووضع صورة ميسي وإنسو فاتي. طبعا ميسي في المباراة الأولى والثانية كان موجود لكن لم يكن الاعتماد عليه 100%. نقرأ أيضا بوست آخر لبرشا برشا اللي كتب: وينك يا كومان؟ قبل 3 أعوام من الآن كان المفترض أن يكون لدينا 7 دوري أبطال، الآن لأن مستحيل مع هكذا مدرب تلقي ريمونتادات من ليفربول وروما. أيضا بوست لرائد اللي كتب: كومان الرجل المناسب في المكان المناسب. منذ فترة ولم أشاهد برشلونة يلعب بهوية برشلونة الحقيقية، استحواذ ضغط وفوز. مبروك لنا هذا المدرب والفريق العظيم. إذن كثير من الإعجاب والكثير من المدح والثناء على هذا المدرب وعلى أداء الفريق في المباراتين السابقتين. طبعا عندنا يعني دوري طويل وكبير جدا، وأيضا يعني في دوري الأبطال يجب أن يكون هذا المستوى مثل ما كان في الدوري. نتمنى أن يعود الفريق إلى سابق عهده ويعني يصعد إلى منصات التتويج من جديد، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الأوروبي. هذا كل ما يخص موضوع برشلونة وموضوع المدرب كومان وعن فريق برشلونة الجديد. الآن راح ننتقل إلى فقرة قراءة تعليقات سؤال الحلقة السابقة، ونبدأ أولا بمحمد الشمري. سؤالنا في الحلقة السابقة كان يقول: من سترشح أحد الفرق من بين النصر وبيرسبولس الإيراني سيذهب إلى المباراة النهائية؟ قبل نصف ساعة يعني حسمت المباراة لفريق بيرسبولس الإيراني بضربات الترجيح. نقرأ لمحمد الشمري: بيرسبولس الإيراني فريق بشار رسن لاعب منتخبنا الوطني، وإحنا نبارك لبشار رسن صعود فريقه للمرة الثانية وهو معاهم إلى نهائي غرب القارة. علي المرشدي طويرجاوي كتب: النصر وبيرسبولس. وجاسم محمد طائي قال: إن شاء الله بيرسبولس والنصر، وإن شاء الله النهائي بيرسبولس. عبوس الشرطاوي: النصر وبيرسبولس. ريماس أيضا ومحمد اختار بيرسبولس والأهلي.
وعثمان ياسر اختار النصر وبيرس بولس. الشرطاوي التميمي اختار باختكور والنصر، وسيفوز باختكور بالبطولة والله أعلم. يوسف الإسباني، المباراة النهائية راح تكون بين النصر السعودي وبيرس بولس الإيراني، وأكيد إجا توقعك في مكانه، والمباراة راح تصير بها أشواط إضافية وتنتهي لصالح بيرس بولس. النصر السعودي وباختكور، النصر وبيرس بولس. محمد الديري أيضا يختار النصر وبيرس بولس، وأحمد الزورائي اختار النصر السعودي وباختكور الأوزبكي، وأخيرا علي فيصل اختار النصر وبيرس بولس الإيراني. إذن هذه كانت مجموعة من التعليقات لسؤال الحلقة السابقة. راح ننتقل الآن لفقرة أخرى وهي جولة في حساب لاعب. خلينا نشاهد اليوم وين تجولنا بالإنستغرام واختارينا أي لاعب. إذن كانت جولة في حساب أحمد عبد الجبار لاعب المنتخب الوطني وفريق الزوراء. أخذنا هذا طبعا الجولة اليوم. ممكن نريد ضيف بالحلقات القادمة، أكيد راح يشاهدنا وراح يلبي الدعوة في الحلقات القادمة. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا لهذا اليوم اللي هو هدف من الذاكرة. خلينا نشاهد الجماهير اختارت لنا أي هدف من الذاكرة، أكيد بعدها راجعين. للبلوك شركاتي، ريب عوض يسدد، الله لعب راقي وهكذا احتفل. إذن كان هدف أيمن حسين على المنتخب الأردني في البصرة. أخيرا فقرة سؤال الحلقة لهذا اليوم. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول، السؤال يقول: برأيك هل كانت قرعة الدوري منصفة لفريقك؟ إذن برأيك هل كانت قرعة الدوري الممتاز منصفة لفريقك؟ إذا كنت تشاهدون القرعة منصفة اكتبونا كل التعليقات سواء في صفحة القناة العراقية الرياضية على الفيسبوك أو حتى على الانستغرام، راح نستعرض كل التعليقات في الحلقة القادمة. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه، مع السلامة.